متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. استمر الطقس اليوم في المملكة مستقرا بوجه عام، كما سجلت درجات حرارة لاهبة في المناطق الشرقية من المملكة إذانا ببدء فصل الصيف. فمثلا سجلت درجات حرارة قرب 50 درجة مئوية في مناطق في الدمام والإحساء والمناطق الشرقية من المملكة، وكان الطقس شديد الحرارة في تلك المناطق. منتصف الأربعينيات كان درجات حرارة في مناطق أخرى من المناطق الوسطى، واقتربت من ذلك في العاصمة الرياض. صور الأقمار الاصطناعية تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد للغيوم والسحب، سوى بعض السحب المحلية فوق الجبال الجنوبية الغربية من المملكة. هناك سحب وغيوم فوق منطقة اليمن، وهي ناتجة لتوابع الحالة المدارية التي أثرت على مناطق سلطنة عمان واليمن. كما تلاحظون معظم مناطق المملكة خالية من تواجد السحب، لكن غدا يحمل تغييرا على الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة، تتمثل بنشاط كبير في سرعة الرياح المتوقعة على المناطق الغربية من المملكة بما فيها منطقتي جدة ومكة، بالإضافة إلى المناطق مثل الليث والمناطق الساحلية من المناطق الجنوبية الغربية. غدا خلال ساعات النهار تنشط تدريجيا سرعة الرياح الشمالية على هذه المناطق، تكون في ساعات الصباح ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، ولكن مع دخولنا في ساعات النهار تحديدا في ساعات الظهيرة وبعد الظهر تصبح الرياح ما بين نشطة إلى قوية السرعة فوق تلك المناطق، مناطق مثلا جدة، شمال جدة، منطقة مكة المكرمة، المناطق الساحلية من محافظة مكة المكرمة، المناطق الساحلية من الباحة والليث وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية. جميع هذه المناطق الساحلية مع ساعات العصر تصبح سرعة الرياح كما تلاحظون هذه الألوان قوية مع هبات شديدة أحيانا، وتسبب بمشيئة الله تعالى إثارة الغبار والأتربة، ولكن سنلحظ بأن الرياح قوية للغاية في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. كما اعتبارا من يوم غد تبدأ تعود فرص هطول الزخات الرعدية من الأمطار على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، لكن ننوه بأن هناك حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي مرتقبة على هذه المرتفعات الجبلية مع نهاية هذا الأسبوع، نظرا لوصول توابع الحالة المدارية الرطوبة تحديدا نحو هذه المناطق، مما سيؤدي إلى هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار تبدأ من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة ثم تمتد تدريجيا نحو المرتفعات الغربية لاحقا مطلع الأسبوع المقبل. على الجانب الآخر، من المتوقع أن تنخفض قليلا درجات الحرارة بشكل غير ملحوظ نهار يوم غد على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. تبقى درجات الحرارة طبعا مرتفعة صيفية تتجاوز منتصف الأربعينيات في تلك المناطق. كما أننا نراقب أن هناك حالة من البوارح ورياح البوارح يتوقع أن تنشط على المناطق الشرقية. رياح البوارح هي رياح شمالية موسمية تهب على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة خلال فصل أو بدايات فصل الصيف، تسبب يعني موجات غبارية تكون كثيفة أحيانا وتؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. هذا ما هو واضح بالنسبة لهذه المناطق خلال الأسبوع المقبل، وربما تصل إلى بعض مناطق الرياض ولكنها تحت المراقبة حتى اللحظة. عودة الأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء بوجه عام صافية ودافئة، 30 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى، وبالتالي الطقس حتى في ساعات الليل يكون مزعج بعض الشيء. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في بعض مناطق المملكة. نبدأها من الشمال في سكاكا من 36 إلى 25، في عار من 36 إلى 24، في تبوك كذلك الأمر من 36 إلى 23 درجة مئوية. رياح قوية على جدة مع ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مغبرة من 40 إلى 27، كذلك أمرها في مكة المكرمة من 44 إلى 31. طقس سيكون هناك رياح قوية حار مغبر مزعج بعض الشيء. في المدينة المنورة 42 إلى 29، وفي الطائف من 35 إلى 25 درجة مئوية. تعود فرص هطول الأمطار لبعض المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية بشكل محدود، قد تصل أبها من 31 إلى 20، 33 إلى 26 في الباحة، 35 إلى 32 في جازان. كما ننبه على سرعة الرياح القوية على المناطق الساحلية. بالنسبة للإحساء تنخفض قليلا درجات الحرارة، تسجل 48 درجة مئوية بعد ما اقتربت من 50 مئوي هذا اليوم، والصغرى 30 مع أجواء شديدة الحرارة. انخفاض أكثر لافت على الحرارة في الدمام، كانت 48 غدا حوالي 45 إلى 28 ليلا، وفي حفر الباطن من 44 إلى 33 درجة مئوية. منتصف الأربعينيات هي درجات الحرارة المتوقعة في مناطق قريبة من الرياض، وتقترب من منتصف الأربعينيات، 43 إلى 29 في الرياض، في القصيم من 41 إلى 30، أما في حائل فتكون من 38 إلى 25 درجة مئوية. أحوال الجو المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، تبقى تقريبا درجات الحرارة مستقرة ما بين 43 إلى 44 مع طقس حار في ساعات النهار و29 إلى 30 في ساعات الليل. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.